أهلا بكم في الليلة، معكم أنا مروى العلج ونناقش فيها. الانقسام السياسي أجل المؤتمر الوطني للمصالحة برعاية الرئاسي وأطرافه الرئيسية، الحكومتان والمجلسان ودار الإفتاء ومعهم حفتر وأنصار النظام السابق، وكلاهما انسحب لأسبابه. وقبل أياما رفض الأعلى للدولة قانون الأخير تحت اسم إصلاح ذات البين، والبعثة تسعى لآخر بصيغة موحدة. فلماذا بدا مشروع الرئاسي أشبه بمبادرة سياسية لا مصالحة تقليدية؟ وفي المحصلة هل فشل أم أفشل؟ نناقش إذن هذا الموضوع بعد ساعة إخبارية مفصلة نتابع عناوينها رفقة الزميلة سميرة بن رحال. شكرا لك مروى. بعد عودة الهدوء إليها مع دخول قوات تابعة لدعم المديريات، النمروش يبحث مع ياني الجميل الأوضاع بالمنطقة. عقب لقاءات منفصلة مع المليونيل من في ودبيبة وحفتر يؤكدون ضرورة الدفع بالعملية السياسية لإجراء الانتخابات. وسط ظروف صعبة، الصحة العالمية واليونسيف تؤكدان وجود نحو 40,000 نازح سوداني بالكفرة بينهم آلاف الأطفال. ويشاركوني في نشرة الليلة الزميل رفع البكوش. شكرا سميرة، وتتابعون معنا في نقطة نقاش الليلة. بعد قيام إنفاذ القانون بإيقاف ما قالوا إنها أعمال مخالفة بمشروع الأبقار في منطقة جيلة، سكان المنطقة يطالبون النائب العام بالتدخل ويقولون إن منطقتهم تدخل في نطاق تخصيص للمواطنين إبان النظام السابق. نتساءل في نقطة نقاش الليلة عن حقيقة ما يحدث في جيلة، وهل المباني التي جرى الإخطار بإزالتها تدخل في إطار المخالفة؟ وإن كانت مخالفة فعلا فما المدة المحددة لإزالتها؟ وفي ليلتنا جولة على أبرز الأخبار الاقتصادية والرياضية، نتعرف على أبرزها رفقة الزميلين محمد أو مازن رجوبة وحمزة قديش. أهلا بكم. شكرا لك رفع. وفي جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، المركزي يكشف تغطيات توريد بضائع بأكثر من 690 مليون دولار. ولدينا في أبرز عناوين رياضة الليلة، لجنة المسابقات تقرر إقامة بقية مباريات المجموعة الثانية من الممتاز والمجموعتين الخامسة والسادسة بالدرجة الأولى بدون حضور الجمهور. كانت هذه عناوين الليلة إذن، ما أنا فألقاكم على رأس الساعة المقبلة، فتفضلوا بالبقاء معنا. وصل نائب رئيس الأركان العامة صلاح النمروش إلى مدينة الجميلة وعقد اجتماعا واسعا مع الأعيان لمناقشة الأوضاع فيها بعد الاشتباكات الأخيرة. هذا وكان عميد بلدية الجميل فتحي الحمروني أكد عودة الهدوء التام للمدينة بعد دخول قوات تابعة لدعم المديريات وتمركزها في منطقة العقربية لتفصل هناك بين المدينة وتمركزات المجموعات المسلحة. ونوه عميد بلدية الجميل أن الاشتباكات أسفرت عن أكثر من 7 مصابين، إضافة إلى حرق 7 مركبات وتسجيل بعض الأضرار بمديرية الأمن ومباني أخرى. بدوره قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي، قال إن مكتب الجهاز بالجميل سجل 3 إصابات طفيفة باشتباكات المدينة يوم أمس. وأشار الناطق باسم الجهاز في مداخلة مع الأحرار الأربعاء إلى أن العدد الدقيق للمصابين قد يكون أعلى من ذلك لوجود عدة جهات تتولى إسعاف المصابين، نافيا وجود تأزم بالوضع الصحي في مدينة الجميل.
عبر الهاتف من جميل أمير قوة دعم المديرية بالمنطقة الغربية العميد أشرف عيسى أبو القاسم. أرحب بك بداية سيادة العميد. إذن بعد عودة الهدوء للمدينة كيف تبدو الأوضاع الآن؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للأوضاع داخل مدينة جميل إن شاء الله تحت السيطرة، وقف الاشتباكات من يوم أمس والحمد لله، يعني ما في شيء اشتباكات او مظاهر مسلحه داخل المدينه الا بعض القوات التابعه للجهه الامنيه اللي هي مديريات المنطقه الغربيه واللواء 52 التابع الى الساحل الغربي، ولا ان شاء الله الامور على احسن ما يرى. سياده العميد، طيب بعد دخول قواتكم، قوات التابعه لدعم مديريات الامن، اين تتمركز تحديدا؟ وما الدور المناط بها؟ ما الدور المناط من قبلكم؟ أول شيء التمركزات بالنسبة لقواتنا داخل مدينة جميل وفي الحدود الإدارية، والمهام المناطة بها هي فض الاشتباكات والوقوف بين طرفي النزاع وعدم وجود سيارات مسلحة وخروج طرفي النزاع لخارج المدينة ووقوف الاشتباكات بشكل موقت. نعم حضرة العميد، تفضل. نعم، قلت لك بالنسبة للمهام المناطة بنا هي تأمين الشارع والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة وبسط الأمن داخل المدينة. طيب إنما تحدثنا عن المشكلة، هل تم التوصل إلى حل بين الطرفين؟ إلى أين وصلت الجهود إن ما تم الحديث عن الأعيان والحكماء؟ هل هناك وساطة ما؟ نعم، تمت عدة اجتماعات والحمد لله كلها كل النجاح وتهدية النفوس، والدور كبير يعني كان لمديرية الأمن والأعيان والحكماء ونائب رئيس الأركان، كان اليوم معنا في اجتماع الظهر والعصر، والحمد لله يعني الاجتماعات أدت لنتائج جيدة وإن شاء الله الأمور إلى الأحسن إن شاء الله. هذه النتائج التي خرج بها الاجتماع في ماذا تحديدا إن ما عددتها في نقاط سيادة العميد؟ نهاية الاجتماع يعني كان تجنيب المنطقة ويلات الحروب والتهدية وال نعم. أمر قوة دعم المديريات بالمنطقات الغربية العميد أشرف عيسى أبو القاسم، كنت معنا من جميل عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا مع السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري، بحث آخر مستجدات الوضع السياسي في البلاد. جاء ذلك في لقاء جمعهما في طرابلس، بحث خلاله الطرفان جهود الدوحة في تحقيق التوافق بين الأطراف السياسية ضمن الإطار الأممي، وذلك للدفع بالعملية السياسية لتنفيذ انتخابات وطنية تلبي طموحات الشعب الليبي وتسهم في تحقيق الاستقرار. كما بحث الطرفان تطوير العلاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات بما يخدم مصالح البلدين، وفق ما نشره المكتب الإعلامي الأعلى للدولة. سياسيا أيضا، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أهمية دور إيطاليا في دعم العملية السياسية والانخراط بشكل إيجابي للوصول إلى الانتخابات. من جهته، بحث قائد عملية الكرامة خليفة حفتر مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أهمية العمل على مواصلة الدفع بالعملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات. الأزمة السياسية ولغة الحل العريضة من الأطراف، كل زيارة وكل منصة هي مناسبة لا مفر منها لفتح الملف السياسي. زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لا تختلف ولا تخرج عن هذا السياق. قد لا تكون الأزمة السياسية على رأس الأجندات، لكنها تجد مكانها دوما على طاولة المباحثات. ما بعد التوافقات والاتفاقيات، بحث رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية تطورات الأزمة السياسية. نقلت حكومة الوحدة أن الجانبين أكدوا ضرورة دعم جهود الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات وفق قوانين عادلة. بالنسبة للدبيبة، مقاربة حل الأزمة تقوم على أمرين: لا حكومة جديدة، وضرورة وضع قوانين انتخابية عادلة
أو أساس دستوري. لم يفصل المجلس الرئاسي كثيرا في مباحثات الأزمة خلال لقاء رئيسه محمد المنفي مع ميلوني، بل اكتفى بنقل تأكيدها دعم إيطاليا للعملية السياسية والانخراط بشكل إيجابي للوصول إلى الانتخابات. لا يفرض الرئاسي نفسه طرفا في معادلة الصراع السياسي، يكرر دعوته لجميع الأطراف بضرورة الوصول إلى الحل وتقريب وجهات النظر. كان ذلك محور لقائه الأخير مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا بهدف معالجة حالة الانسداد السياسي. لم يغير المجلس الأعلى للدولة في رؤيته للحل، لا بد أولا من قوانين متفق عليها مع مجلس النواب، ومن ثم تشكل حكومة قبل الذهاب إلى الانتخابات. كان تكالا متفائلا خلال حديثه للأحرار عن إمكانية التوافق مع مجلس النواب، وأكد أن المجلس بوارد تشكيل لجنة لحسم النقاط الخلافية وفقا لمخرجات اجتماع القاهرة الشهير. غاب هذا الاجتماع بشكل كامل عن لغة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وضعه جانبا وعاد لتأكيد ضرورة الالتزام بقوانين لجنة 6+6 والذهاب مباشرة لتشكيل حكومة لتنفيذ الانتخابات. لا تقصر الأزمة على الأطراف السياسية بمطالبها المعلنة. هناك الأطراف العسكرية التي لا تدرى مطالبها وغاياتها. هنا يستقبل نجل خليفة حفتر رئيسة الوزراء الإيطالية قبل لقائها بوالده. نقل إعلام الرجل أنه تباحث مع ميلوني أهمية الدفع بالعملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. لا شيء يتحرك للأمام في مشهد يبدو عائما على مياه راكدة. الجميع يجدد مواقفه ويكررها بانتظار خطوات البعثة الأممية ما بعد استقالة مبعوثها السابق. أي اختراقة في المشهد لا تبدو قريبة. قال الناطق باسم مجلس البلدية الكفر عبد الله سليمان إن 6 عيادات متنقلة باشرت العمل على تقديم الرعاية الصحية للنازحين من السودان. هذا وأضاف سليمان في مداخلة مع الأحرار أن حملة التطعيمات للليبيين والأجانب ما زالت مستمرة، مبينا أن هناك كثيرا من المشاكل تواجه الجهات المسؤولة وتحول دون تقديم الخدمات للنازحين. وأشار الناطق باسم بلدي الكفراء إلى أن هناك ضغطا كبيرا على المخزون السلعي والدوائي في المدينة بسبب الأعداد الكبيرة للنازحين بحسب تعبيره. هذا وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إطلاق حملة تطعيم لشلل الأطفال والحصبة في مدينتي الكفرة وربيانة تشمل المواطنين والمقيمين دون استثناء. وأوضح المركز في تصريح للأحرار أن الحملة تستهدف التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 6 أعوام وتطعيمات الحصبة والحصبة الألمانية من عمر عام وحتى 15 عاما، مشيرا إلى أن الهدف منها رفع مستوى المناعة المجتمعية بالمناطق التي تشهد تزايد أعداد النازحين من السودان. إلى ذلك أكدت بعثة من اليونيسف والصحة العالمية في الكفرة وجود حوالي 40,000 لاجئ سوداني منتشرين في المباني الحكومية في المدينة و51 مزرعة في المناطق الريفية ومركز احتجاز رسمي واحد. هذا وأضافت البعثة أن معظم اللاجئين يلجؤون إلى هذه المواقع قبل الانتقال إلى بنغازي وطرابلس للانضمام إلى أقاربهم الموجودين في ليبيا والبحث عن عمل ويواجهون ظروفا صعبة، مشيرة إلى أن 40% منهم من النساء والأطفال. 40,000 لاجئ سوداني منتشرين في المباني الحكومية في مدينة الكفرة و51 مزرعة في المناطق الريفية إضافة إلى مركز احتجاز رسمي واحد. هذه هي آخر إحصائية كشفتها بعثة مشتركة إلى المدينة بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف. البعثة أكدت وجود أعداد كبيرة من النساء والأطفال يمثلون حوالي 40% من بين الوافدين الجدد الفارين من الوضع المأساوي المتزايد في دارفور
حيث تشتد حدة الاشتباكات المسلحة، وأشارت إلى أن معظمهم يلجؤون إلى هذه الأماكن قبل الانتقال إلى بنغازي وطرابلس. وبين ديسمبر 2023 وإبريل 2024 قالت البعثة المشتركة إن عدد الوافدين الجدد يوميا من السودان إلى الكفرة ارتفع من 200 إلى 1200 وافد، وأكدت أن أغلبهم ينضمون إلى أقاربهم الموجودين بالفعل في ليبيا ويبحثون عن عمل لتلبية حاجاتهم. وهنا تشير بعثة الصحة العالمية واليونيسف إلى أن الحاجات الأكثر إلحاحا التي جرى تحديدها تشمل الوصول إلى الرعاية الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والمأوى في حالات الطوارئ لاستيعاب الوافدين الجدد، وأكدت أن المرافق الحالية أصبحت مكتظة بشكل متزايد. وفي تصريحات سابقة للأحرار أفاد الناطق باسم بلدية الكفرة عبد الله سليمان بأن دخول أعداد كبيرة من السودانيين إلى الكفرة شكل ضغطا كبيرا على القطاعين الصحي والأمني بالمدينة، مشيرا إلى صعوبة معرفة أعدادهم بسبب استمرار عمليات النزوح إلى المدينة وخروجهم منها نحو مدن الشمال بليبيا. أما الآن مع جولة في الأخبار الاقتصادية رفقة زميل حمزة قديش، إليك حمزة. شكرا لكم. تفضل. سجلت أسعار صرف سلة العملات الأجنبية تباينا طفيفا في تداولات اليوم أمام الدينار وفق بيانات مصرف ليبيا المركزية الأربعاء. هذا وسجل سعر صرف الدولار انخفاضا وصل إلى 6 دنانير و188 درهما، بينما سجل سعر صرف اليورو 6 دنانير و650 درهما، في حين استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني عند حاجز 7 دنانير و727 درهما. من ناحية أخرى، سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازي انخفاضا ملحوظا في تعاملات الأربعاء، حيث سجل سعر صرف الدولار 7 دنانير و100 درهم، كما سجل سعر صرف اليورو 7 دنانير و520 درهما، بينما بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 8 دنانير و700 درهم. كشف مصرف ليبيا المركزي عن بيانات طلبات التغطية التي نفذها لتوريد البضائع لصالح القطاع الخاص بين يناير ونهاية إبريل الماضيين، موضحا أن تركيا حلت في مقدمة البلدان المستفيدة بأكثر من 690 مليون دولار. هذا وأوضح المركزي في بيان الإنفاق والإيراد الشهري حلول الإمارات ثانيا بأكثر من 465 مليون دولار، فيما حلت ثالثا بريطانيا بأكثر من 340 مليون دولار. وفي ذات السياق، حلت الشركة الليبية للحديد والصلب على رأس ترتيب الجهات العامة التي استفادت من تغطيات الدولار خلال الفترة من بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي بقيمة تجاوزت 144 مليون ونصف المليون دولار. هذا وحل جهاز تنمية المراكز الإدارية ثانيا بإجمالي تجاوز 35 مليون و400 ألف دولار، فيما حلت شركة المدار الجديد من التغطيات بالعملة الصعبة حيث تحصلت على أكثر من 21 مليون مليون و600 ألف دولار.
استعرض نائب المدير العام لمصرف الجمهورية نوري أبو فليجة آلية زيادة التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، كما تم عرض ومناقشة خطة قصيرة المدى لعدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي يعتزم المصرف الإعلان عنها خلال الفترة القريبة القادمة، حيث أوضح المصرف أن الاجتماع يأتي بهدف تدليل الصعاب أمام زبائنه عن طريق اقتناء السلع من احتياجاتهم اليومية عن طريق الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر تطبيق مصرف في بلاس ومصرف باي وبطاقة الصديق. بعد أشهر من أزمة السيولة النقدية في البلاد وما نتج عنها من تراجع للقوة الشرائية للمواطنين والمطالب الخاصة بتفعيل خدمات الدفع الإلكترونية، يتجه المركزي والمصارف التجارية للتقليل من الاعتماد على النقد كوسيلة أولى للشراء في البلاد. فالمركزي أقر ضوابط جديدة لعمل المصارف تخص جانب الحصول على الاعتمادات المستندية، فمنذ 7 من شهر مايو الجاري ستلزم الشركات ورجال الأعمال بالتوقيع على تعهدات تضمن ترويج البضائع وسداد ثمنها إلكترونيا، وتضم هذه اللوائح الملزمة الشركات والجهات العاملة في القطاع العام أيضا. الضوابط الجديدة سبقتها اجتماعات عقدها المركزي مع مدراء المصارف التجارية في طرابلس الثلاثاء، والذي تم فيه الاتفاق على زيادة عدد نقاط البيع في جميع المناطق وحث الموردين المتحصلين على النقد الأجنبي من المصارف العمل بوسائل الدفع الإلكتروني، حيث تم وضع جداول محددة لبدء التنفيذ قبل حلول عيد الأضحى المبارك. وفي خضم الأخبار حول التحول الإلكتروني، يقول مصرف الجمهورية أنه قد شرع في اتخاذ إجراءات تضمن توسيع العمل الإلكتروني، وهنا يؤكد المصرف أنه وضع خطة قصيرة المدى لإضافة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة حيث سيعلن عنها خلال الفترة القريبة القادمة. أكد نائب رئيس حكومة الوحدة وزير الزراعة والثروة الحيوانية المكلف حسين القطراني أهمية التعاون بين الجهات المختلفة وتوفير الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ مقترح التحول الرقمي لقطاع الزراعة. القطراني وخلال اجتماعه مع مركز المعلومات والتوثيق شدد على ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع واستخدام التكنولوجيا لتعزيز الانتاجية والكفاءة في الزراعة والثروة الحيوانية بهدف تحسين وتعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. أعلنت شركة الخليج العربي للنفط إعادة تشغيل البئر النفطية NC8A بحقل الحمادة النفطية المتوقفة منذ عام 2015، وكشفت الشركة عبر موقعها الرسمي أنها نجحت في رفع الإنتاج فيه من 16 برميلا إلى نحو 320 برميلا من النفط الخام يوميا، وتخفيض نسبة المياه فيه من 97% إلى نحو 8%، لافتة إلى أن جهودها خلال الفترة المقبلة سينصب على إعادة تأهيل الآبار المتبقية للوصول إلى مستهدفات الإنتاج المطلوبة وفق الخطة الاستراتيجية لزيادة الإنتاج النفطي. ختام جولتنا الاقتصادية لهذه الليلة، العودة الآن إلى رافع وسيرة. شكرا لك حمزة. شكرا. ناقش النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني مع رئيس الأركان العامة محمد الحداد وآمر ركن حرس الحدود والأهداف الحيوية اللواء محمد لاكري، ناقش تأمين الحدود مع دول الجوار. جاء ذلك في اجتماع استعرض خلاله الحداد ولاكري الموقف الأمني والعسكري بمختلف الوحدات التابعة لرئاسة الأركان العامة، بما فيها ركن حرس الحدود والجهود المبذولة من منتسبيه لتأمين الحدود مع دول الجوار بحسب ما نشر المجلس الرئاسي. بحث وفد مركز إدارة تشغيل المنافذ البرية بوزارة المواصلات مع نظرائهم الجانب التونسي بمعبر راس جدير آخر المستجدات وتجهيزات الافتتاح المعبري بحلته الجديدة. ووفقا للسفارة الليبية في تونس، فإن الاجتماع الموسع الذي حضره القنصل العام بصفاقس ومدير منفذ راس جدير من الجانب الليبي أسفر عن الاتفاق على فتح المعبر فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل وتسهيل حركة مرور المواطنين بين البلدين. إلى خبر آخر، حيث قالت وكالة نوفا الإيطالية إن عدد المهاجرين الواصلين إلى السواحل الإيطالية هذا العام انخفض إلى نحو 60% مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة أن أكثر من نصف إجمالي المهاجرين غادروا من الأراضي الليبية.
وأوضحت الوكالة نقلا عن بيانات وزارة الداخلية الإيطالية أن أكثر من 17 ألف مهاجر وصلوا إلى سواحل إيطاليا منذ بداية العام وحتى 6 مايو الجاري. لافتة إلى أن المهاجرين القادمين من السواحل الليبية غادروا بشكل شبه حصري من سواحل مدينة طرابلس، على عكس العام الماضي الذي سجل مغادرة العدد الأكبر من شرق البلاد. أوقفت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعملية الأمنية الثلاثاء أعمال مخالفة بمشروع الأبقار في منطقة جيلة. أيضا الإدارة عبر حسابها الرسمي أشارت إلى أن إيقاف المخالفات بالمشروع البالغ مساحته 290 هكتارا جرت بأوامر من النائب العام وبمعاونة مديريات فرع جهاز دعم الاستقرار والأمن الداخلي جنزور. وعلى إثر ذلك طلب سكان منطقة نجيلة النائب العام بتشكيل لجنة للوقوف على عين المكان وتقدير الموقف. وبحسب خطاب وجهه سكان نجيلة للنائب العام فإن منطقتهم تدخل في نطاق تخصيص للمواطنين إبان النظام السابق، وإن مشروع الأبقار يقع خارج نطاق هذه الأراضي. هذا وقال سكان نجيلة إن لديهم مستندات تؤكد هذا الأمر وتبين أن عقاراتهم تم شراؤها عبر محرري العقود واستنادا إلى الشهادات العقارية وأنها تجاوزت 20 عاما وفق قولهم. ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس السيد جمال محمد أحد سكان منطقة نجيلة. أهلا بك سيد محمد. أنتم تقولون بأن المباني غير مخالفة، ولكن في المقابل جهاز إنفاذ القانون في منشوره قال بأنها مخالفة وهي واقعة بمشروع الأبقار وقامت بهذا الإجراء طبقا لأوامر من قبل مكتب النائب العام. كيف تفسرون ذلك؟ اولا تحيه لكم وتحيه لكل مشاهدي اذاعتكم الموقره. نحب نوصل صوتنا احنا في دوله القانون ودوله المؤسسات ان شاء الله. والخبر حسب ما نشرتوه انتم ان هناك اوامر من النائب العام اليوم. الحمد لله احنا بفضل الله احنا لما شرينا داخل هالمقسم هذا شرينا بعقود من محرر العقود وبشهايد عقاريه، عرفت كيف؟ اليوم امس صدفنا ان قوات انفاذ القانون جت وكتبت على المباني عدم البناء الا بعد مراجعه النائب العام. اليوم تشكلت لجنه من الاهالي والمواطنين بمنطقه انجيلا المجاوره لمشروع الابقار بمنطقه انجيلا، ومشينا للنائب العام الصراحه، واللي من عبر شاشتكم نكون له كل التقدير وكل احترام الناس اللي موجوده فيه. على ماذا اتفقتم مع النائب العام؟ وغدا ان شاء الله سنذهب لمقابله النائب العام وتقديم المستندات وتقديم ما يفيد ملكيتنا لهذا العقار ان شاء الله. اذا يعني اللقاء مع النائب العام سيكون يوم الغد وليس اليوم. يوم الغد ان شاء الله. طبعا خلينا نوضح احنا في دوله القانون ودوله المؤسسات، وهذا اللي يتعلق كل ليبي داخل ليبيا ان شاء الله. ليبيا الان انتقلت من مرحله الثوره الى مرحله الدوله، ومن هنا يعني اشيد انا الصراحه ان ليبيا دوله مؤسسات ودوله قانون. السيد الصديق الصور النائب العام مشينا له اليوم، لقينا الاخوه اللي في المكتب بتاعها فضلوا وقلنا له احنا سكان منطقة نجيلة وقالوا عليكم بمراجعة النائب العام. اليوم طبعا كانت مشغولياتها كبيرة، حددنا موعد باكر ان شاء الله، بكره ان شاء الله بنمشوا له، قرفوا له المستندات اللي شرينا بهم اللي هي طبعا في هالة اعلامية كثيرة ومغالطات في المعلومات اللي صايرة، نحب احنا نوصلوهم ان شاء الله عبر قناتكم انتم وعبر كل القنوات. احنا نتكلم بكل شفافية وبكل أريحية تامة يعني ان شاء الله. حنوضحوا المشروع طبعا يتكون من 178 هكتار وليس من 270 هكتار اللي الان صدروا بشهاده عقاريه حديثه. وهذا كل شيء موجود ان شاء الله، حنوثقوه بالادله، عندنا الصور وعند الوثائق وعندنا البيانات كلها اللي تفيد كلامنا. احنا ما نتكلمش اعتباط، احنا لما نتكلموا بوثائق ونتكلموا وفق القانون ان شاء الله باذن الله. اذا سيد جمال محمد، انت تؤكد بان هذه العقارات تم شراؤها عبر محرري العقود وبان جميع الأوراق قانونية.
جميع الأوراق قانونية بمستندات بشهايد عقارية سابقة صادرة من 2008 و2009 و2000، وعندنا شهايد عقارية صادرة في 2015 و2016، وهذا كله بأدلة قلت لك يعني موجودة، المحررين العقود موجودين، والملكية سنة الملكية والشهايد العقارية موجودة. نقول إن شاء الله نكون عند السيد الصديق الكبير النائب العام، وإحنا نفرح صراحة لما لا نشوف ليبيا بالرغم من المخاض العسير اللي مر خلال 15 سنة إنها الآن يعني تباشر القانون. إحنا كلنا ثقة في القانون إن شاء الله، اللي واللي على رأس السيد الكبير ونحب نوجه له تحية. سيد صديق السوري بإذن الله بمستنداتنا وواقعنا تثبت مشيتنا لهذه العقار. إحنا ما خشناش لأرض دولة وانتصرناها اغتصاب. إحنا شرينا بمبالغ مالية وفق محرري عقود وفق يعني بمبالغ مالية كبيرة. طيب بكم تقدر يعني هذه المنازل؟ كم عدد هذه المباني التي شملتها الإزالة؟ الآن اللي وقعوا لأننا نتكلم لما نقول لك لما نتكلم نتكلم وفق ومستندات ووثائق، الآن فوق 525 منزل اللي وقعوا وبصموا. يعني هذا من الناس ومزاد تقريبا العدد اللي بكتر، لكن اللي عندي ناس اولا لما نتكلم وفق مستندات لما يعني وفق مستندات فوق 525 منزل اللي موجودين. نعم. طيب هل وضعت لكم يعني انفاذ القانون مده محدده للازاله مثلا؟ لا، اليوم مشينا احنا لاداره انفاذ القانون الصراحه، نقدم له تحيه صراحه بكل ادب واحترام، استقبلونا وخشينا لما كلموه السيد الختوني الامر قوه انفاذ القانون وقال انا ما درت الشيء، انا مشيت غادي نفذت امر النائب العام، واحنا ما قلناش لانكم اراضي كذا، عليكم بمراجعه النائب العام، شن عندكم بروا به للنائب العام، شن النائب العام. وفعلا يعني صراحه تحيه لكل المكتب النائب العام اللي حدد لنا موعد باكر، وباكر ان شاء الله نمشي له. احنا كلنا ثقه في القانون بتاعنا، في قضائنا ان شاء الله، وباذن الله ليبيا ان شاء الله تكون دوله القانون ودوله المواطنين. شكرا، اشكرك. اذا انتقال من مرحله الثوره الى الدوله ان شاء الله. اشكرك على كل هذه الايضاحات. اذا كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس السيد جمال محمد، احد سكان منطقه انجيلا، وبكل تاكيد سنتواصل معك لمعرفة نتائج هذا اللقاء مع النائب العام الصديق الصور يوم الغد. شكرا جزيلا لك. إذا ننتقل مباشرة مشاهدينا الكرام إلى جولة في أبرز أخبار الرياضة. نعم، مع زميل مازن جوبا، تفضل. شكرا لكما. اعتمد الأمم المتحدة مشروع القرار المقدم من ليبيا باعتماد 25 من مايو لكل عام اليوم العالمي لكرة القدم. المبادرة التي قدمتها ليبيا عبر بعثتها في نيويورك بمشاركة البحرين وطاجكستان لقت استحسانا وانتهت باعتماد القرار بإجماع الدول الأعضاء. ويأتي اختيار 25 من مايو كيوم عالمي لكرة القدم لمصادفته تنظيم أول بطولة عالمية بتمثيل من جميع قارات العالم، وذلك بدورة الألعاب الأولمبية بباريس عام 1924. قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم استكمال بقية مباريات المجموعة الثانية من الدوري الممتاز والمجموعتين الخامسة والسادسة من دوري الدرجة الأولى بدون حضور الجمهور. لجنة المسابقات خاطبت الاتحادات الفرعية طرابلس ومصرتة والزاوية بناء على تعليمات وزارة الداخلية كإجراء احترازي تفاديا لحدوث أعمال شغب على غرار ما صاحب مباراة الأولمبي والاتحاد بالدوري الممتاز بحسب رسالة وزارة الداخلية لرئيس اتحاد كرة القدم. هذا وأعلنت لجنة المسابقات تأجيل مباراة الأهلي طرابلس ومستضيفه أساريا اليوم غد الخميس بعدما كانت مقررة مساء اليوم بملعب الوفاق صبراتا بصبراتا. تأجيل المباراة جاء لأسباب تنظيمية ولتوجيهات وزارة الداخلية بحسب لجنة المسابقات لترحل المباراة اليوم الخميس وعلى أن تنطلق على تمام الرابعة والنصف مساء بنفس الملعب ملعب الوفاق صبراتا. أعلنت لجنة المسابقات أيضا إقامة مباريات الأسبوع السادس عشر لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز مساء الجمعة في توقيت واحد. الجولة ستشهد قمة واعدة بين الأخضر وضيفه الأهلي بنغازي في مباراة هامة ضمن صراع المنافسة على بطاقات سداسية تتويج، كما يستقبل الصداقة ضيفه الهلال بملعب شحات، ويلتقي التحدي مع ضيفه النصر بملعب شهداء بنينة في مباراة هي الأولى لمدرب النصر الجديد أسامة الأحمادي.
وفي مباراة أخرى يستقبل الصقور ضيفه التعاون بملعب طبرق في مباراة هامة للضيوف، بينما يستقبل المروج ضيفه الأنوار بملعب المرش. إلى خبر آخر، إذ حل المنتخب الوطني لكرة القدم داخل الصالة في المركز 50 عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شهر مايو. منتخبنا جاء في المرتبة 50 عالميا والرابع إفريقيا والسادس على المستوى العربي. يأتي هذا بعد نجاح منتخبنا في خطف المركز الثالث بأمم إفريقيا مؤخرا، وضمن التأهل لكأس العالم المقررة بأوزبكستان هذا الصيف. تواصل الشركة المنفذة لأعمال صيانة وتطوير ملعب سرت البلدي أعمالها لتجهيز الملعب في أقرب وقت ممكن. أعمال الصيانة وصلت مراحل متقدمة كأرضية الملعب وغرف تبديل الملابس، فضلا عن منصة خاصة لكبار الزوار، على أن تشهد الفترة المقبلة بناء المدرج الجديد ومن ثم افتتاحه لاستقبال مباريات فرق المدينة. ضرب النصر موعدا مع السويحلي في نهائي كأس ليبيا للكرة الطائرة إثر فوزه على الجزيرة بثلاثة أشواط لشوطين. المباراة شهدت ندية كبيرة بين الفريقين واحتاجت لشوط خامس وفاصل لحسم التأهل، والذي كان من نصيب النصر بخمس عشرة مقابل 13 نقطة. أخيرا، يواصل الاتحاد الليبي للدراجات استعداداته لاستضافة طواف ليبيا الدولي للدراجات 2024 والمقرر ما بين الأول والثامن من يونيو القادم. منافسة الطواف ستشهد مشاركة أكثر من 18 فريقا يمثلون دولا عربية وإفريقية وأخرى أوروبية، على يقام من 6 مراحل، وتستضيف المنطقة الشرقية المراحل من الأولى إلى الثالثة، فيما ستستضيف المنطقة الغربية المرحلتين الرابعة والخامسة بالإضافة للمرحلة السادسة. بهذا نصل إلى ختام رياضة الليلة. من جديد إلى رافع وسمير، إليكم. شكرا لك. شكرا. أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تسلم وإيداع المتهم عبد الرحيم الفيتوري سالم مصاك المحكوم عليه غيابيا في قضية تجارة المخدرات. وقال الجهاز في منشور له أن المتهم محكوم بالسجن 15 عاما و5000 دينار غرامة بمصادرة المادة المخدرة المضبوطة معه، مبينا أن تسلمها للمتهم كان تنفيذا لتعليمات النائب العام. أعلن الهلال الأحمر الليبي فرع الزاوية انتشال جثة مجهولة الهوية كانت ملقاة على شاطئ البحر بمنطقة المطرد. هذا وأوضح الهلال الأحمر عبر حسابه بفيسبوك الأربعاء أن فرقه انتشلت الجثة بعد بلاغ وارد من السلطات المحلية، مضيفا أنه سلمها إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات. إلى ذلك، أعلن جهاز المباحث الجنائية الثلاثاء انتشال فريق التفتيش الأمني لمخلفات حرب كانت ملقاة بالقرب من جزيرة غوط الشعال بالطريق الدائري الثالث بمدينة طرابلس. وقال الجهاز أنه تلقى بلاغا بشأن المخلفات من الشركة الليبية المصرية المشتركة التي تنفذ مشروع الطريق الدائري الثالث، مؤكدة اتخاذها الإجراءات اللازمة لنقلها للمكان المخصص إلى حين إتلافها بالطرق الآمنة. وجه مستشفى ميديبول التركي خطابا إلى رئيس المكتب الصحي في السفارة الليبية بأنقرة بضرورة سداد الديون المتراكمة قبل نفاذ المدة المحددة. هذا وأضاف المستشفى في خطاب له أن المهلة تنتهي اليوم 8 مايو، موضحا أنه في حال عدم سداد الديون فإن المستشفى ستوقف جميع خدمات العيادات الخارجية والداخلية على المرضى الليبيين، وستحمل تكاليف نقل المرضى الموجودين في قسم الإيواء داخل المستشفى للجانب الليبي وفق رسالته.
هذا وبحث مساعد مدير جهاز الطب العسكري سيف الباروني الثلاثاء مع ملحق المملكة المتحدة العسكري لدى ليبيا ماثيو كيثيرو بحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطب العسكري ومواجهة الكوارث والأزمات والأوبئة. جاء ذلك في لقاء جمعهما بطرابلس أبدى خلاله الملحق العسكري البريطاني استعدادهم لعقد ورشة عمل مشتركة يجري خلالها تحديد الاحتياجات وأوجه التعاون بما يضمن الاستفادة من الخبرات البريطانية في كافة المجالات وخاصة التدريب. بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد دكال الثلاثاء مع المدير التنفيذي للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة عبد اللطيف العالم، بحث جهود الهيئة استعدادا للموسم الحج. جاء ذلك في لقاء جمعهما بطرابلس ناقش خلاله الطرفان التحديات والعراقيل التي تواجه الهيئة وسبل تذليلها، خاصة في ظل فرض أجسام موازية بما يخالف الاتفاقات السياسية وفق ما نشره المكتب الإعلامي للأعلى للدولة. إلى خبر آخر، حيث كشفت مبادرة ريتش التابعة للأمم المتحدة أن البنية التحتية التعليمية في ليبيا تواجه تحديات كبيرة، حيث يحتاج حوالي 160 ألف طفل و 5600 معلم إلى الدعم العاجل. وأضافت المبادرة أن المدارس المتضررة ونقص الصيانة وتأخر الإمدادات وانقطاع الكهرباء تساهم في زيادة هذه التحديات، وقالت إن عدم كفاية المعدات وإضرابات المعلمين والمناهج الدراسية القديمة وانقطاع الكهرباء تعيق الطلاب. ولفتت ريتش إلى أن الأطفال المهاجرين واللاجئين يواجهون حواجز مالية وتوثيقية واجتماعية ولغوية، مضيفة أن وجود جهات مسلحة في بعض البلديات يزيد من المخاوف المتعلقة بالسلامة ويعوق الوصول إلى المرافق التعليمية. تستمر فعالية المخيم الأكاديمي التقني بكلية التقنية الصناعية بمصراتة الذي انطلق يوم الأحد الماضي. هذا المخيم جاء بتنظيم من الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية بشراكة مع شركات محلية ودولية، ويستهدف حوالي 50 طالبا بعد اجتيازهم امتحان المفاضلة من مدن مصراتة وطرابلس وبنغازي. ويتضمن المخيم مجموعة من الأنشطة والبرامج وورش العمل بهدف تحسين مهارات التواصل والعمل لدى المشاركين وتطوير القدرات في مجال حماية وتخزين البيانات والمعلومات. مخيمات الأكاديمية بشكل عام هي مخيمات الهدف منها تدريب الباحثين عن العمل أو الخريجين الجدد على مهارات مطلوبة في اليوم في البيئة الليبية في سوق العمل تتعلق بالاتصالات والمعلوماتية. المشاركين تو في مخيم السايبر سيكيورتي اللي منظمات أكاديمية ليبيا للاتصالات والمعلوماتية، تو لينا 4 أيام بالضبط. في البداية خدينا البيس لاين متاع الكونسبتس متاع الأمن السبراني باش ندير أساس قوي باش نزيدو نطوروا فيه ونزيدو نقدموا في الموضوع ده. احتضنت كلية التقنية الإلكترونية ببن وليد اجتماع اللجنة التحضيرية لعقد ملتقى عام لطرح مشروع ليبيا الجديدة بحضور عدد من مشايخ المدينة والمهتمين بالشأن العام. وبحسب القائمين عليه يهدف المشروع إلى إيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد، ويعتبر من ضمن المبادرات التي طرحت لإيجاد حل للأزمة وفق قولهم. عقد اليوم هذا الاجتماع في قاعة المعهد الإلكتروني بن وليد من أجل التحضير للقاء عام حول مشروع ليبيا الجديد الذي يتضمن معالجة الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لليبيا الجديدة بكل مكوناتها. إلى خبر آخر، حيث أعلنت حكومة الوحدة مدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2024، وذلك بحضور رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم
ومدير منظمة الإيسيسكو ووزير التربية والتعليم. ويأتي حفل الإعلان هذا في ظل تطلع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لوزارة التعليم لدعم منظمة الإيسيسكو لإنجاح الاحتفاء بمدينة بنغازي عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي وإظهاره بالشكل الذي يليق بالمكانة التاريخية للمدينة. هذا وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال كلمته إلى أن اختيار مدينة بنغازي يمثل رسالة لتكون نموذجا للمصالحة وجبر الضرر والوئام. اليوم نحن بحضور مدير المنظمة بحضور معالي رئيس الوزراء أطلقت اليوم الاحتفاء ببنغازي عاصمة الثقافة وكان إطلاق موفق. نتمنى التوفيق ويستمر هذا الاحتفاء لمدة عام متكامل بإذن الله تعالى. هذا حقيقة يعني إنجاز يعتبر لوزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية وللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لوزارة التربية والتعليم باعتبار أن وزير التربية والتعليم هو رئيسا لها. نحيي فيه اللجنة العليا اللي في مدينة بنغازي قامت بجميع البرامج، نحييها ونثمن جهودها. منذ افتتاحه عام 2019 يستمر العمل بصورة طبيعية بقسم الجوازات في بلدية زلة، وذلك بعد حلحلة أغلب المشاكل فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر والتي بدأ المكتب باستخراجها منذ قرابة عام. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. يستمر العمل بقسم الجوازات ببلدية زلة منذ افتتاحه عام 2019 بصورة طبيعية بعد أن كان العمل به مختصرا على استخراج البطاقات الشخصية، حيث تم حل أغلب المشاكل فيما يتعلق بإصدار جوازات السفر والتي بدأ المكتب باستخراجها منذ قرابة العام. كانت واجهنا مشاكل في بعض المنظومات وأخص المنظومة الأمنية، تم حلحلة هذه المشاكل سنة 2023 شهر 5، باشرنا في استخراج جوازات السفر إلى تاريخ اليوم صدرنا ما يقارب عن 2500 جواز سفر داخل بلدية زلة. الفترة السابقة كان المواطن يمشي لعند جوازات الجفرة اللي هي بارك الله فيهم وكانوا في الموعد وفي المستوى ما قصروش مع سكان منطقة زلة. الناس كانت تمشي في 180-200 كيلو وكانت تمشي لعند طرابلس، تمشي لعند مصراتة، تمشي لعند الواحات باش يطلع جواز سفر. افتتاح القسم وسهولة إتمام الإجراءات أنهى معاناة طويلة كان يتكبدها سكان بلدية زلة بالسفر إلى مدن أخرى لإنهاء المتطلبات الخاصة بجواز السفر أو البطاقات الشخصية. التسهيلات اللي قدموا فيها يعني ما شاء الله، وقبل نمشي يعني للجفرة ومسافة الطريق اللي شوفوها الجفرة يعني طريق مكسرة، طريق زلة وهون بسبب الحوادث، يعني في ناس توفت يعني في طريق الجفرة بين زلة وهون، ويمشي المصراتة طرابلس يقدموا في جوازات غادي، ويعني هنا في زلة ما شاء الله يعني. يعني كنا قبل لما الواحد بيستخرج جواز يمشي أقرب شيء لهون يعني 180 كيلو، مخصصينا طبعا كان يوم في الأسبوع، ومرة تمشي في اليوم هذا تلقى المنظومة عاطلة أو عطل في الضي، تلقى روحك تأجل للأسبوع اللي بعده. لكن تو الحمد لله بعد فتحوا فرع جوازات في بلدية زلة الحمد لله الأمور ماشية وما فيه تعب، يعني حتى لو أن فيه عطل اليوم تجي بكرة. المواطنون أثنوا على ما يبذله العاملون بمكتب جوازات زلة من جهد في سبيل حصول الجميع على الخدمات بكل دقة ويسر ودون الاضطرار إلى السفر أو دفع تكاليف باهظة للحصول على جواز السفر. هذا وصلنا لختام النشرة. إذن نذهب مباشرة مشاهدينا إلى حوارية الليلة رفقة الزميلة مروى العلج. إلى اللقاء. كيف أجل الانقسام السياسي المؤتمر الوطني للمصالحة برعاية الرئاسي؟ ولماذا بدا أشبه بمبادرة سياسية لا مصالحة تقليدية عندما استبعد ممثلي أو استبعد ممثلي الضحايا من الأطراف الرئيسية؟ ولماذا الآن رفض الأعلى للدولة قانون الأخير لإصلاح ذات البينة؟ بعد الفاصل.